احنا الان في مستشفى الفؤاد بالقاهره، مش نطمنوا على الحاله الصحيه لمحبه ترجي رياضي التونسي اللي تعرض لاصابه ان شاء الله لاباس. احمد بن طاهر تعرض لاصابه اليوم العشيه، كسر على مستوى الكاحل. هنا حاليا قاعد يجري احمد في حصه، قاعد يجري في 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 عمليه جراحيه، ان شاء الله لاباس. معنا السيد مجدي عبد المنعم المشرف العام على الامن في مصر. سي مجدي تحكي لنا الحاله لهنا وانتم مباشرين كأمنيين وكذلك إطار طبي على الحالة الصحية متاع أخونا محبة ترجي الرياضي التونسي أحمد بن طالب. الحالة الصحية الحمد لله تمام، وهو دلوقتي في العمليات، وإن شاء الله الدكتور يطمنا بعد العمليات على طول كل حالة كويسة إن شاء الله بإذن الله. قلت لي كان سفير تونس لهنا، كان سفير تونس لهنا موجود يا فندم، كان موجود معنا السيد السفير واطمن على الحالة بنفسه وان شاء الله خير باذن الله. حاليا في غرفه العمليات، في غرفه العمليات ان شاء الله، ان شاء الله باللطف على احمد بن طالب ان شاء الله نطمن عليه. وحابين نمشيوا للمستشفى الفؤاد اللي هنا بالقاهره ونشوفوا الحاله بتاع احمد بن طالب، وان شاء الله سلامات لمحبه ترجي الرياضي ان شاء الله. ونورتونا النهارده يا فندم، شكرا لك. شكرا.